البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، فيديو جديد على القناه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا بتسمعكم النهار ديالي من الصباح هنايا البنات، من بعد ما رجعت هنا بديت كنجمع في البيت. بالنسبه للدار كامله مجموعه، يعني كما كتشوفوا، كما شاركت معكم في الفيديوهات السابقه، خملت الدار، يعني كل شيء مجموع، كل شيء هو هذاك. وصافي البنات، هذا الشيء اللي كاين هنا. غادي ندوز باش نشارك معكم واحد المشتريات خفافين. هنا البنات كما كتشوفوا، من بعد ما جمعت البيت وداك الشيء، خلاص الدار عندي كلها مجموعه. هنايا دزت مباشره باش نشارك معكم بعض المشتريات اللي يلاه خديتهم. الصراحه كما قلت لكم، هادشي خديته بخمسة دراهم. نوريكم زعما، نوريكم المشتريات ديالي. كما قلت لكم، هاد البالا خديت هادي بخمسة ديال الدراهم البنات. فيها هاد فيها هاد البلاصه هادي رقيقه، يعني تهزي بها الملوي، تهزي بها الملوي، تهزي بها اي حاجه بحال هكايا، وكبيره البنات كما كتشوفوا. هذه خديتها بخمسة ديال الدراهم، وخديت هاد القريعه حتى هي كما كتشوفوا فنه، حتى هي زوينه. فيها هذه بحال هكا، وفيها هاد الثلاثه هنايا كما كتشوفوا، وفيها هادو رقيقين بزاف، يعني تقدروا تشريوهم للعطريات، تشريوهم لاي حاجه. انا البنات خديت غير وحده، خديتها سميتها الخميره الفوريه. الصراحه كنت دايرها في واحد الطاسه، قلت نشري ليها قريعه ديال الدجاج بحال هكايا. خديت لها هاد القريعه بحال هكا، ندير فيها الخميره كما قلت لكم، وصافي. هذه تاهي قلت لكم خديتها بخمسة ديال الدراهم. وخديت هذه المنظمه هذه ديال الثلاجه كما كتشوفوا بحال هكا، حتى هي زوينه يا البنات. تاهي خديتها بخمسة دراهم. كنت خديتهم ولكن غير رقيق قد هكايا، يعني ماشي قد هكا في العرض، صغيور عليها شي شويه، ولكن هذه اللي لقيتها كبيره خديت غير وحيده بحال هكا، حيت انا عندي ديجا عندي في الثلاجه، وهذه عجبتني حيت كبيره شي شويه في العرض، داكشي باش خديتها. وصافي البنات، هادو هما هادشي اللي شريت للمطبخ كما قلت لكم. وهنا البنات بالنسبه لهاد البيجامه هذه يلا خديتها حتى هي. الصراحه البنات اللي باغي غير يبدل، يعني في الصيف، يعني في الصيف يبغى غير يبدل، ولا يعني كل نهار يلبس بيجامه في شكل كما قلت لكم، يمشي ياخذ من هادو. الصراحه البنات زوينين كما كتشوفوا، فنين، والثمن ديالهم البنات رخيص بزاف كاع. هانتوما كما كتشوفوا بالسروال ديالها كما قلت لكم، هادو البنات بخمسين درهم، يعني خمسين درهم راه تشري كاع اربعه، وكل نهار تلبسي وحده، يعني زوينين، يعني فنين في الديكور. هادو اصلا اللي كاينين دابا راه كيبيعوهم ب 100 درهم، 1600 كاع الى رخاصو دابا البنات في الخبازه. يعني الناس ديال قنيطره اللي كيعرفوا، اللي الناس اللي ساكنين في قنيطره، راه في الخبازه البنات دايرين ليهم 50 درهم كما كتشوفوا. السروال ديالهم هو هذا، وكاينين في جميع الالوان، اللون كل اللون اللي بغيتو كاين كما قلت لكم البنات، يعني تشري منهم كاع حتى 3 4. انا ديك الساعه كنت فاش مشيت خديت سميتو، مشيت شريت العجانه لقيتها في الخبازه وانا ناخذها، يعني ما كنتش عواله عليها. وما زعما البنات راه تاخدي منهم، زعما تاخدي منهم شحال ما خديتي ينفعوك. وصافي البنات، هادشي اللي كاين، هادشي زعما اللي بغيت نشارك معاكم في هاد المشتريات اللي يلاه خديت. وصافي، وهانتوما خليكم معايا حتى الاخر. هنا البنات، من بعد ما شاركت معكم المشتريات ديالي، صراحه هبطت غديت مع جارتي، وصافي من بعد ما تغدينا غادي نطلع باش نغسل الثلاجه وانتوما معايا. صافي البنات، هنا كما كتشوفوا هنا يلا غسلت الثلاجه، حيدت من هادشي كامل. هنا البنات خرجت الفران من الكوزينه، الصراحه قنطني مع كنت مغطيه وداكشي، جاني بحال ظلم ليا الكوزينه داكشي باش البنات. صافي خرجته، وكما قلت لكم غسلت الثلاجه اليوم، راني غاده بشويه كنقسم الشغل باش الواحد عاوتاني ما يعياش، وفي نفس الوقت غادي نكونوا درنا كلشي. كما قلت لكم البنات، هذه هي المنظمه اللي كنت شاركت معكم كما كتشوفوا.
هي هذه الصراحة زوينة وكبيرة، جمعت فيها هاد لي صوص دابا حيت صافي خصني نتقدا وداكشي ان شاء الله، داكشي ديال رمضان. هادو البنات زوينين، خديت جوج بخمسة ديال الدراهم الصراحة فنين، يصلحوا للكيتشوب. انا دابا بغيت ناخذ داك البيدو الكبير ديال الكيتشوب، كتعمري هادو كتبقاي تخدمي بهم، الصراحة زوينين البنات. هادو كنت خديت جوج بخمسة ديال الدراهم فنين. صافي البنات هنا جمعت هاد المنظمة هادي، درت فيها كلشي غير بما ان شاء الله نتقدا عمرها شي حاجه اخرى. وصافي هذه القرعه ديال المطيشه راني صايبت، هذيك الطريقه اللي قلت لكم اللي تندير فريك وكنشدها كنقطعها طريفات وكنديرها، دابا نوريها لكم. صافي هذه المنظمه كانت عندي اصلا، كانت في الثلاجه دايره فيها مطيشه، وهذه المنظمه حتى هي البنات خديتها بخمسة ديال الدراهم، زوينه كما كتشوفوا. تا هي كيما قلت لكم خديتها بخمسة ديال الدرام. هنايا جمعت فيها غير داك الفرماج والشوكولاط وداك الشيء، كيما كتشوفوا اصلا حيت جبت حيت غسلت الثلاجه داك الشيء باش حطيت هذا الشيء هنايا، عاد غادي نبدا نرد لها هذا الشيء كيما كيما قلت لكم. وصافي هادو الطاسات ديال البيض كيما شفتوا، هذا البنات البرقوق جمعتو في هاد الطويصه هادي، وهذا الزبيب حتى هو درتو في هاد الطويصه، هذا الزيتون درتو في هاد الطاسه كما المهم كنحاول انني ندير، واخا الطاسات ما كيتشابوش وداكشي ولكن ماشي مشكل. يلا كنت بغيت فاش خرجت كنت بغيت ناخذ شي طاسه زعما كيتشابو نعمرهم ونست فيهم ونعمر الثلاجه، يعني داكشي كله مقاد يكون بحال في الشكل. هذه عندنا في طاسه ديال التمر حتى هي كما شفتوا درتها غير في الثلاجه لتحت، بغيت حتى نغسلتها الفريكو حتى هو عاد باش نرد ليه ندخل فيه هادشي كامل. هادي هذيك القريعه اللي شاركت معاكم حتى هي غسلتها هنايا، هنا البنات حيدت الشبكه ديال الماي، عن غسلت هاد الحيط حتى هو شي شويه نقيته باش يلا نردها. راه هي البنات فين حطاها؟ حطيتها في الشرجم، غسلت نغسل الماي عن وتنحط فيها نيشان. الصراحه كينشفوا دغيا دغيا، عجبتني هاد الفكره ما كرهتش نخليها في الشرجم، ولكن البنات ما المهم هادشي اللي كاين هنايا. مسحت البوطه صافي، دابا غادي ندوز باش نوجد معكم العشاء. غادي ندير غير واحد البيتزا للعشاء دغيا دغيا وصافي، هادشي اللي كاين البنات. وهانتوما خليكم مع الفيديو ديالي حتى الاخر. وهنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما كملت الثلاجه دزت مباشره باش ندير العشاء. بالنسبه للعشاء درت البيتزا كما قلت لكم، هنايا هاد الباط هادي ديال البيتزا الصراحه جات غزاله يا البنات، جات فنه. اول مره غادي نجربها، درت داك المقادير ديالها غير من راسي، ما كنت بغيت ندير اللي كندير ديما الصراحه. وصافي فجيت نخلطها صافي، بقيت غير كنرمي في المقادير حيت تعطلت، والصراحه جات بنينه يا البنات، جات مفشفشه من الداخل. المره الجايه غنشارك معكم غنشارك الطريقه ديالها معكم، ولكن غنقول لكم المقادير يعني بعجاله. بالنسبه لهاد العجينه درت الفورص الصراحه ما عبرتوش، المهم ديروا نتوما على حسب داك القياس اللي بغيتو. درت فيها شويه ديال الزعتر ودرت فيها واحد الحبه ديال الفرماجه وسميتو الملحه والخميره ديال الخبز. صافي البنات هادشي اللي درت فيها، وصافي خليتها تخمرت ليا شي شويه وقرصتها بالفينو ودخلتها الطيب. ومن بعد صافي من بعد ما طاب درت لاصوص. بالنسبه للاصوص درت ليها غير مطيشه ديال الحك ودرت فيها شويه ديال الزعتر شويه ديال البزار شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت. صافي ودهنت هاد الخبيزات ديال البيتزا حتى هما دهنتهم مزيان بهذاك لاصوص. وهنايا بالنسبه للفلفله والبصله شلطتهم ودرتهم يتشحروا بشويه بواحد الوريقه ديال سيدنا موسى وشويه ديال الابزار وشويه ديال المليحه. صافي البنات ومن بعد هنايا غادي نزيد الطون. بالنسبه للطون كيجي انا تيتحمقني البيتزا بالطون، ديما تنديرها بالطون، راه فايت اللي قلتها لكم. واخا تكون كيف ما بغات تكون، يعني ديري لي البيتزا كيف ما بغات تكون، ديال الطون هي اللي كنحمق عليها وكتعجبني وكتجي بنينه البنات الصراحه، كتجي فنه. كما شفتوا هنايا درت فيها درت غير لاصوص والفلفله والبصله والطون، غادي نزيد غير الفرماج من الفوق. هنا البنات كما كتشوفوا غادي نحاول انني يعني نوزع عليها داك الطون كامله، يعني نفرستو فيها. ومن بعد غادي ندوز باش هنا من بعد ما درت كملت الطول ليهم بجوج. هنا راه البنات كنصور لكم هي وحده والاخرى حتى كنعمرها عاد باش كنرجع نصور لكم الحاجه الاخرى. هنا البنات بغيتو تزيدوا عليها الزيتون، بغيتو تزيدوا الكاشر، بغيتو تزيدوا اي حاجه، انا اكتفيت غير بهاد المكونات هادو. صافي البنات كيجيو بنانين، كتجي فنه هاد البيتزا هادي، راني فايته مشاركاها معاكم. وصافي البنات هنا من بعد حكيت واحد شويه ديال الموتزاريلا،
حيت كان راجلي يلاه جاوه حكيته ودرت واحد شويه في الفريغو باش يشد راسه، حيت فاش كان حكو تيولي بحال بغا يدوب ولا ما عرفت ماله. داكشي باش البنات حكيته درت واحد شويه في الفريغو غير شد راسه، عاد دزت باش غادي نديرو فوق البيتزا. من بعد البنات ما غندير لها الفرماج، غادي ندخلها للفران تدوب. هنا البنات فاش دخلتها للفران بقيت واقفه حداها، خطلت تحرق ليا بحال ديك النهار، بحال اللي طرا ليا ديك النهار فاش دخلتها للفران. الفرماج كله تحرق ليا من الفوق، ولكن ماشي مشكل. هنا غير كملت ليها الفرماج، دخلتها نيت الفران، بقيت واقفه حداها تسنيتها حتى طابت. كل مره نحل عليها نطلع عليها، حيت عارفه راسي الا مشيت جلست غادي نساها تاني. وصافي البنات كما كتشوفوا هذه هي البيتزا ديالي من بعد ما عمرتها. غادي ندخلها للفران، غادي نديرها غير لتحت يدوب ليا غير الفرماج حيت كلشي طايب. وانتم هنا من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هذا، الصراحه جات زوينه. هنا غادي ندوز باش نديرها غادي ندوز نحط العشاء ديالنا نوجدو في الطبله. هانتوما خليكم معايا هنا تنزومي ليكم باش تشوفوا زعما هذاك الفرماج هذا. المره الجايه نقول لكم السميه ديالو، راه زوين حتى هو حتى في المذاق ديالو بنين. وصافي البنات هنا كما كتشوفوا حطيت الطبيله ديال العشاء ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. الصراحه راني قلتها لكم في الاول، البيتزا جات بنينه بزاف بزاف. وصافي هنا غادي ندوزو باش نتعشاو، هنا غادي ندوز باش نقطعها لكم بعدا تشوفوا العجينه كيفاش جات. راه الصراحه جات مهويه من الداخل وجات مفشفشه، عجبتني انا بزاف بزاف. وصافي هنا غيسالي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم. اللي مازال ما ابونيش معايا في القناه تابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي كامل. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.